أوكي، السلام عليكم. سؤال كثير تكرر قناتي وهو يا سكيلز، كيف تصور المقاطع السينمائية في ببجي موبايل؟ إن شاء الله في هذا المقطع راح أشرح لكم بالتفصيل كيف تصورون هذه المقاطع. Let's go. راح تحتاج التالي: برنامج للتصوير سواء كان OBS أو غيره من البرامج، بطاقة كاستم روم، وبرنامج للمونتاج، أي برنامج أنت ترتاح له. أول شيء راح تفتح كاستم روم وتدخل سبكتيت أو مشاهد. ثانيا، إذا حاب تصور لاعب في اللعبة راح تحتاج تدخل من حساب آخر وتدخل كلاعب. ثالث شيء، أرسل طلب للعام وانتظر لحد يصير عندك أقل شيء في الروم 10 لاعبين عشان الجيم يطول أكثر وتاخذ راحتك بالتصوير. رابعا، راح يكون عندك التحكم الكامل في اللعبة، تبى تاخذ يمين، تبى تاخذ يسار، تروح فوق، تنزل تحت، هذا الشيء يعتمد عليك انت، انت وابداعاتك. واخيرا، بعد الانتهاء من التصوير افتح برنامج المونتاج، اختار اللقطات اللي صورتها، كبر الشاشة عشان تخفي الاشياء اللي مش مرغوب فيها مثل الخارطة والمؤشرات والى اخره. وهذا كل شيء، وان شاء الله استفدتوا. واذا عجبكم المقطع لايكات بويز، وانشر المقطع عشان غيرك يستفيد. باي. لا تنسى تشترك في الحساب وافتح خاصية الإشعار ليصلك كل ما هو جديد.